الاستقلال أثناء الثورة، هناك فساد. هل عندك ملامح لحل لهذا المشكل؟ يعني أنا في الحقيقة خايف جدا، لأن العقلية الجزائرية ما زالت كما هي، لا تريد أن تدخل في أي تغيير حضاري. لماذا بريطانيا؟ بريطانيا عندها 5 قرون وهي مستقلة وتبني حضارتها وهي شوارعها نظيفة. انظر إلى العاصمة. لماذا لا نكون حضاريين؟ لا ندخل في دائما ونحن ندخل في صراعات غير هل تعتقد أن غير مفيدة؟ أن السبب دائما هو النظام؟ النظام والشعب. النظام والشعب. كيف الشعب؟ الشعب لما هناك نقطتين في النظام الدولة الجزائرية، مثلا نذكر على سبيل المثال التد ليست في القائمة، رأس القائمة في الانتخابات، هذا غلط، هذا هو الذي زاد الطين بلة في الفساد في الجزائر. المونديزون لما تروح، أنا كمقاول نروح يقول لي مونديزون إذا كان الهاتف، هذا الهاتف يسوى 2 دينار، إذا هبط أقل من 2 دينار يسمى فيه شك، في شك اما في هو اما او في في مشت في اما في البائع او المشتري. وبالتالي لابد ان يكون هناك قانون يغير هذه العقليه وهذه القوانين، لانه موان ديزون المفروض يكون موان ديزون اي ميو ديزون. انت كرئيس، لكن احنا ما زلنا في فوضى. لا انت كرئيس جمهوريه محتمل، نعم، ولا تقدر تولي رئيس، نعم، كيف راح تعالجها؟ هل المفسدين راح تحاسبهم ولا لا؟ نعم، احنا رفعنا قبل كل شيء شعار التحدي، هو تحدي ألمانيا، منافسة ألمانيا في اقتصادها، وأقسم بالله العظيم أن الشعب الجزائري لو وجد قيادة صحيحة لهزمناها اقتصاديا كما هزمناها في 82 كرويا. لا، ليس هناك فرق بيننا وبين ألمانيا. لكن نعم، ألمانيا هذه اللي تحدث عليها أيضا حققت نجاحات كبيرة في عهد هتلر. هل تعتقد أن الجزائر محتاجة إلى هتلر؟ لا أظن ذلك، لأن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف، هذا لا ضير فيه. إنما هناك طرق أخرى للتغيير، لابد أن نحتوي الشباب وأن يعني ولا نتركه هكذا في فوضى. لا أنا حط قدامك، نعم، الآن سؤال واضح، نعم، هذا من المفسدين اللي سرقوا واختلسوا أموال الدولة. أيوة. وأموال الشعب وفسدوا. أنا أقول لك بصراحة، كيف يكون بصراحة؟ نعم، أنا أقول لهم كلمة واحدة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنني إذا كان هناك 1,000,000 ملف وعندي برنامج سيصطدم برنامجي بهذه المحاسبة تاع 1,000,000 ملف، ليس لي وقت، أنا لدي وقت محدد للتغيير في الجزائر، لكن هؤلاء سأتركهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو المحاسب الأول، وإذا شاءوا أن يرجعوا أموال الدولة بطرق معينة فأهلا وسهلا بهم. ولكن أنت متحدث باسم الشعب والشعب يطلب حقه. الفساد لم يدب في فترتي كرئيس، نحن لابد أن نكون متخلقين متحضرين. أنا أقول الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا قال؟ قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. إذن هذا هو شعارك. طبعا هذا هو شعارنا، ولا نهدد أحدا. وهالسارقين ومختلسين كلهم هناك مختصين لهم الحرية. لا يا سيدي، هناك مختصين، هناك عدالة، هناك طرق، لكن لا أركز. أنت قلت نقول لهم اذهبوا فأنتم مطلقة. أنا أقول هذا، أنا أقول هذا، لكن العدالة سوف تتوقف. لا، عندما يستبين لنا، عندما يكون يظهر لنا ملف معين بقبية بأدلته واضح، هنا أنا لا أتدخل في العدالة، خلاص العدالة أكمل. أما الشكوك لا أمشي، لا أمشي وراء هذه الشكوك، ما نقدرش نمشي وراها، لأن هناك عندما نتكلم بالدرجة اللي كي يفهم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
فهم الجميع. كي تتخلط الامور صعب انك ان ترجعها للطريق، وصعب انك تصلح ما افسده النظام والشعب. النظام والشعب شركاء في الفساد. لان الان اذكر لك مثال، انا الوم الشعب، رسالتي الى الشعب، انا ما اذكر لك يعني سامحوني، انا ما نشيدش للشعب باش يحطني رئيس، انا اقول له الحقيقة. الاستمارة اللي تتباع 200,000 و300,000 هذا عار، انا لا اشتريها ابدا لو كان حتى من نصف قط في الدور الاول، لان هذا الاستمارة هي الجزائر، هي الراية الوطنية، هي ضمير الانسان. فكيف الذي يبيع، الاستمارة هو مسؤول عن اختيار الرئيس، اذا فسد الرئيس فهو من نتائجه. لماذا لا تقول ان الذي يبيع الاستمارة هو جائع؟ هذا معك، حق، لكن هل باع ثوارنا وابطالنا ذمتهم لفرنسا؟ لا، كانوا جائعين. خلينا من حكاية ثوار وفرنسا، لا، هؤلاء نحن نتكلم عن الواقع. سيدي الآن. سيدي، هؤلاء قدوتنا. نعم، هناك من باع، ذمته لفرنسا، وإلا لكن ليس كله، النتيجة هي الاستقلال، وإلا ما كانش يكون نعم. اسم الحركة. أنا يعني أوجه، نعم، إذا جعت فاصبر، وما صبرك إلا بالله. يعني أنت لأن تشبع، ربما نعم تشبع حتى تموت، وأنا نجوع حتى نموت. لا لا لا، من أجل ماذا؟ نحن أعطينا فرصة، وراح نديروا نظام جديد للشباب وللبطالة. اللي يجي يقول هكذا. لا لا، معليش، أنا ميداني، أنا إنسان ميداني سيدي. اللي يجي يقول هكذا. طبعا أنا إنسان ميداني. أنا أتحدى كل المترشحين للرئاسة الجمهورية أن يواصلوا نضالهم بعد الرئاسية. ما هو أما نحن مناضلون دائما. ما هو أول قرار يمكن أن تتخذه أو نعم. تتصور أن تتخذه بعد تنصيبك مباشرة؟ أول قرار إذا بوفان مطلقة. أول قرار هو الاتجاه إلى الشعب، أن الشعب يريد، هذه الثروة، الشعب يريد محاسبة المفسدين. إذا كان هذا هو، إذا كان هذا هو مطلبه، فأنا فرد من الشعب. إذا تسحب، اذهبوا فأنتم مطلقة. لا 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 يا سيدي، نحن مسلمون قبل كل شيء، أنا لا أراوغ، نحن مسلمون قبل كل شيء. إذا كان هناك على الأقل 200 ملف سيكون حسابهم ليس المسلمون طيبون، يعني قلوبهم طيبة. لا أسرقوا، لا، ليس هذا، ليس هذا فطرة. اذهبوا سيدي، لو كنا في أمريكا مثلا، هناك محاسبة، هناك قانون يطبق. أما الآن احنا في فوضى، فكيف تحاسب فترة كاملة، فترة فساد، هي فترة فساد، كلنا مسؤولون عنها، كلنا، ليس هؤلاء فقط، ليس هؤلاء فقط، كل الشعب اللي يخدم 8 سوايع. اتحدى انه في جزائري الا القليل إذا يخدم 8 سوايع تاعو. اذا كان غاب، ست، اذا ما خدم 4 ساعات فهو مفسد، فهو غير مسؤول. انت نعم. تقول ان الكل مفسد. نعم. وقد تكون هذه ظاهرة. يعني هل تعتقد ان بوتفليقة افسد؟ والله انا تعذرني، لانه لا اتكلم على الاسم بالضبط. لماذا اقول لك كلمة واحدة؟ العكس، هل تعتقد انه حارب الفساد؟ لا اتكلم. يعني لماذا؟ لا هو مفسد ولا هو حارب الفساد. ساكلمك. اول شيء نريد بناءه وهو اعادة بناء الانسان، لان لو لم تبني الانسان، كل الحضارات بدأت بالانسان، كل الانبياء والرسالات بدأوا بالانسان. اما تبني لي شرق غرب وطروت، وتبني لي بعض السكنات وتقول راني بنيت، لا يا سيدي، معذرة. النظام، سمحني يا سيدي، أنا معك. النظام افسد البشر في قضية افسد البشر. اذا اعادة بناء للانسان. أنا تربية. أين الاسرة؟ الاسرة لماذا ابعدت؟ لماذا ابعد المسجد؟
المسجد والأسرة هم الذين قاموا هم الذين أعدوا العدة لهذه الثورة التي نجحت وأرغمت أكبر استعمار في العالم أن يخرج من أرضنا. الشعب الآن يجوع، الشعب الآن في أزمات. فيه لا اسمح لي، لما تقول له نبني الإنسان، معنى هذا فكر استراتيجي طويل المدى. الشعب ما يعرفش هذه الأمور. معك حق سيدي، الشباب عندما أعتلي هذا الكرسي سأعطيه هي وبطاقة بنسميها بطاقة الأمل، فيها مليون ونص، فيها مليون ونص لكل عاطل عن العمل. هذا عهد على نفسي، هذا عهد على نفسي. لماذا؟ لأني هذا الشاب عاطل وجيعان وما عندهش خدمة، ما نبقاش نتفلسف عليه، أنا لازم نحطه في مكانه ونرجع له الأمل ونرجع له وطنيته. انا ابني ما نخليش يتسكع في الشوارع بدون مصروف، انا نعطي له مصروف من جيبي حتى يرجع الى ابيه ويرجع الى اسرته ويرجع الى عقله ويرجع الى وعيه ويرجع بعد ذلك الى وطنيته، لان الوطنية الان اصبحت ضعيفة لدى الشعب الجزائري. والا فما تفسير هذا الحرقة وهذا انسان يشعل روحه؟ هذا شيء والله يخزي. هذا لا نرضاه لشعبنا، شعب عظيم، شعب طيب. انا اوجه رسالة لهذا النظام باختصار، يعني نعم. انت تعد باللي كل شاب عاطل عن العمل يدي مليون ونص شهريا؟ نعم لم افهمك. تعطيه مليون ونص شهريا عن كل طبعا لدينا برنامج، يعني فيها حتى اطباء نفسيين وكذا لابد ان نعالج. الشباب مريض، الشعب الجزائري مريض كله، نحن كل مرضى، فنخاف ان يزيدنا الله مرضا اخر اللي هي حروب اهليه ونحن في غنى عن هذا. وبالتالي ما هي نظرتك للنظام الجزائري؟ هل تخليه رئاسي شبه رئاسي شبه رئاسي؟ هناك استاذ برنامج استعجالي، لانه كما قلت كلامك مفيد جدا، انه هذا الشباب وهذا الشعب الان لا يريد الوعود بل يريد التطبيق. احنا اعيدهم ب 25 مدينة في الصحراء، لا يريد الوعود يريد النقود. طبعا نعطي له النقود ولكن لازم تكون معايا تعاوني. انا اطلب الاعانة كرئيس جمهورية من الشعب، اما رؤساء اللي قبلنا ما كانوش يطلبوا في الاعانة من الشعب. منين يطلبوا الاعانة؟ كانوا يطلبوا الاعانة من قيمتهم كقيادات كاستمرارية في 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 في, في نظام في الحقيقة خسرنا فيه الانسان. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج تقدر تولي رئيس. شكرا سيد السعدي جمال. العفو سيدي.